شي واحد طايح يطالي من الدار، شي طايح المحسن انت يجي يقول لهم صافي راه باقي ما باقي يقدروا يدخلوا للدار خايفين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مشاهدي ومتتبعي جريدة أصوات الإلكترونية، مرحبا بكم في هذا الفيديو البث المباشر مباشرة من أحد الدواوير المتضررة من زلزال الحوز. هنا الناس في هذه المنطقة متضررين بزاف، أجي نسمعوا الرسالة ديالهم وشنو الرأي ديالهم وشنو يعني الاحتياجات ديالهم في هذه الأثناء. تفضلوا من المشكلة عندكم. السلام عليكم ورحمة الله. المشكلة هنا بعدا هنا راه سميتو دوار أنا بدور جماعة تأسيف المال دائرة نجات إقليم شيشاوة في المملكة المغربية. الله يجازيكم بخير، حنا هنا الناس مكوبين رغم أن الأرواح ما كايناش، ولكن الناس دابا راه مكرفسين، الديور آلية السقوط، الديور ما فيهم ما يتشاف، الناس ما قدروش يدخلوا باقي الديور، ولادهم خايفين عليهم. الناس اللي عندهم العائلة فيها خمسة الأفراد ستة الأفراد باش يدخلوا للدار راه ما يقدرش باقي. كي غيدير هاد بنادم باقي راه في الناس الا جيتوا على غفله تلقاو الناس راه ناعسين على برا، راه كلشي راه طيب لكم. دابا راه تشوفوا النموذج هنا، النموذج على اليسار هنا، راه الناس دايرين غير شي حاجه، الا جات الشتاء ولا شي حاجه راه كارثه، راه كارثه غتوقع في هاد الدوار. بالنسبه للامدادات الماكله الشراب مازال ما شفنا والو لحد الان، باك الناس اللي وعدونا دابا شفنا السي المهاجر وداكشي، رئيس الجماعه الحمد لله راه دابا غيدخل، ولكن مازال لحد الان كنتسناو كنتسناو. بغيتو خيام يبنوا لكم خيام؟ بغينا الخيام الله يجازيك بخير، بغينا الدوله تدخل، بغينا المحسنين تدخلوا يتعاونوا مع الناس. كاين اللي دابا راه بتليه الدار ومهدده وما عنده باش ياكل ولادو باش عاد يصلح الدار، راه كارثه. نتمنوا الله تعالى التوفيق. صافي راه هذا الشيء راه يرتلى. سمعنا انه كانت شي هزات الصباح هذا. في هذا الصباح مع التسعود راه كانت، وفي الليل حسيت بشي خمسة في الليل يعني مع الربعة جات تاني قوية شوية، هادشي كيرجعوا فهمتي. باقي القضية القضية راه يعني ما وصلكم والو من هاد المساعدات؟ مازال ما وصل شي حاجة. رغم انه كيدوزوا من عندكم هنايا كيدوزوا راه دابا تيمشيو للفوق. هذا سيل ما كرهناش هادوك الناس، الله يجيب لهم ما كرهناش. هذا سيل غيطوهم، حنا راه خوت حرام مسلمين بحال اللي بايوصل عندهم يوصل. راه حتى هنا راه ما عمر شي محسن دخل في هاد الدوار، هذا كان ناشد المحسنين، كان ناشد الناس اللي عندهم القلوب الرحيمه والسلطات المحليه في شخص سيد العامل، وكان ناشدوا الناس ديال الجهه باش يتدخلوا يتعاونوا مع هاد الناس. هاد الدوار بدور راه مكرفس، حنا عندنا واحد المشكل بعدا راه عويس في هاد الدوار، عندنا مشكل ديال الجماعه هنا بالدوار، راه الا شتي التضاريس ديالو راه الا تهزت الارض، راه الا يخرج هذاك الانسان يخرج العائله وعنده الناس وعنده الاولاد والصغار وعنده العيالات فيهم عندهم 60 عام 70 عام ورجال عنده، كي غادير هذا الانسان باش تطلعوا مع تطلع شوف صور الله يرحم والديك ديك طلع صور صور شوف شوف طلع كيفاش ما كتشوفوا شوف التضاريس يعني شوف منطقه اخرى بلاد يخرج من فين غيمشي ما كاينه لا ساحه هذه المنطقه شوف يعني انتم من الصباح انتم جالسين على برا ما وراه كان بيتي كنباتوا هنا برا كنباتوا في الزنزان ورقه سيد العامل سيد العامل لقانا انا والبارح نعم سيد العامل شافني انا راه تسالمت معاه تما في مع الربعه ثلاثه الصباح ولا جوج ونص تسلمت معاه حدا الجامع تما راه لقاني سيد العامل راه كيعرفني راه هادشي راه ماشي دا نكذبو ودرت تشخيص للدوار راه درت الفيديوهات وصورت الديور ودرت كلشي راه ما خرجت حتى شفت شي حاجه اللي كتعذب تمنوا الرساله ديالكم توصل الله يجازيكم بخير كنشكركم على هذه المبادره حتى انتم كنشكركم جي من اسفي مرحبا بكم راه انتم جنود انتم راه عندكم الاجر ان شاء الله تعالى الله يرحم والديكم حتى انتم وصلوا الرساله كناش للمحسنين حتى الناس الجمعيات في المغرب ولا خارج المغرب لا في اوروبا ولا في امريكا ولا الناس اللي كيعرفوا المغرب كله خصي كلشي المغرب يتضامن يتضامن معنا حتى العالم حنا ما كرهناش الله يجازيكم بخير راه الناس ما عندهم فين يسكنوا راه وحلي تما طاحوا لهم راه وحلي اقسم لك بربي الا جات الشتا دابا في هذه اللحظه صافي والحمد لله انه كنقولوا ديما ما كاينش الثلج ما كاينش الشتا ولكن الاجراءات الاستباقيه راه لابد منها لابد تكون الله يجازيكم كنشكركم ياك هادشي اللي كاين اذا مشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا يعني احنا مباشره من هذا الدوار المتضرر من زلزال الحوز يعني كما سمعتوا الناس كيحكيوا على المعاناه ديالهم يعني باتوا في الزنقه يعني من هذا الصباح يعني كانت يعني طلقه زلزاليه اخرى يعني هذا الصباح يعني كما تشوفوا النساء العائلات هذو الناس الكبار مساكن يعني ما قادينش انهم يعني
اللي عطى الله واحد. يعني الناس دايرين الخيام كما كتشوفوا الفوق، الناس دايرين الخيام جالسين فيهم. يا احنا مازال معكم مشاهدي ومتتبعي جريدة أصوات. انا مدرج وحده راه ما عندها لا با لا ما والو. احكي لينا على احكي لينا على تيجمي تساول تاش الحيد تيجمي تضرب كل شيء تضرب. هذا انا حنا مدرج من هاد العيالات، حنا مدرج واحد تشتغل دال وغادي هاد السيده الثانية الا كرمات الشتاء الا كر انا غرفه شغل كل شيء هذا اللي كاينه والو ما نشوف العربية 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 السيدة الدار ديالها راه هي شوف شوف الجبل ديال المدينة واحد يهضر واحد يهضر. إلا كرامات الشتاء إلا كرامات السوق. ما عدا كلشي انتهى، كلشي الفراش مشى وكلشي ما تلسى كلشي تا ما تلسى تا ما تلسى ما عدا والو. لا هكا سيدي والو فهمت الله ولا انا هضر حتى مع ضربك تبارك. سيدي راه ظلم الله، انا فقير في الدار ما عندي دار كلي مريبة ضربتنا زلزالة في 12 ديال الليل هذا النهار ضرباتنا في الصباح ضرباتنا غير كرفسه. الناس كتعاني كرفسه راه ما عندي. هاد السيده حتى هي راه تحت ليها الدار والو اسيدي هادشي كلشي اسمعنا العسكر غيطلع دابا هنايا عندكم دابا علاش حنا خلينا العسكر في المجات لا ما ديش دابا علاش عطينا هاد النماذج راه كلشي شوف اوليدي راه بقيت الله 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 طحت في الزنق. شنو هي الرساله اللي تبغيو توجهوا للناس؟ كلشي 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 سيدي الدار باش نسكنوا بغينا ما ناكل بغينا تكون سريعه. شكرا مرحبا 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 جميع يعني الهيئات يعني السياسيه وغير السياسيه نعم حقوقيه وغير حقوقيه يعني نعم العموميه او الشبه العموميه او الخصوصيه نعم ان تتفاعل مع هذه النداءات ديال الناس وتحاول تقرب تجي لهم ان شاء الله. لان رساله اخيره تبغيو توجهوها للناس اللي كيتفرجوا فيكم عبر هذا البث المباشر. هذا البث المباشر كنوجهوا واحد الرساله واحد النداء نداء استغاثه حيت دابا ملي كتكون واحد الحاله كتوقع بحال هذا سير وقعوا الناس ميتين وداك الشيء راه الحاله باينه هنا راه غادي توقع الكارثه. حنا دابا كنديروا الانذار تنوجهوا السلطات باش يجيو يديروا تفحيص للدوار. الله يجازيكم بخير كنستنجدوا بالناس بالمحسنين داخل الوطن وخارج الوطن اللي بغى يتدخل في هذه الدوار انا بدور. حنا راه حنا راه محتاجين طريق جاء دوار انا بدور جماعه اسيف المال وقياده اسيف المال دائره رجاد اقليم شيشاوى المملكه المغربيه. الله ينصر الملك. اذا كما سمعتوا مشاهدينا الكرام المعاناه ديال هاد الناس هنا في هاد المنطقه المتضرره جراء الزلزال يعني الحوز. اذا نتمنوا لهم ان شاء الله السلطات المحليه والناس المعنيه بالتدخل. اذا مشاهدينا الكرام حنا مازلنا في تغطيه مباشره عبر يعني الجماعات المتضرره. قوموا معنا مشاهدينا في بث اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. الى اللقاء.